طيب، بين ما هي الطرفين. الأهداف العسكرية المرجوة بالفعل لتدميرها في الضفة الغربية؟ هي إنهاء ما يسمى بحركات مسلحة أو جيوب قد تثير قلق إسرائيل، أو هذه البقعة التي تتماهى بالفكر والعقيدة مع حماس، وهي أطلقت عنوان كذلك إسرائيل أن هناك مجموعات تتماهى بالفكر مع إيران وتنشط في التسلح والتسليح. العملية العسكرية الآن 10,000 جندي، يا سبحان الله، 10,000 جندي إسرائيلي في الضفة الغربية تحت هذه الحجة. إذا شو اسمه بيقولوا، ما إن وراء الأكامة ما وراءها، حسب ما شرحت أنا أظن، وعندي خشية من المستقبل أن هناك تقطيع أوصال الضفة الغربية وجعلها جيوب متناثرة، وكي تكون السلطة الفلسطينية الموجودة هناك غير ذات تأثير، وتقول إسرائيل عندئذ للمجتمع الدولي: أنا من أفاوض، على من أساوم، أو كيف نقوم في المستقبل، وليس هناك سلطة فلسطينية قوية يمكن أن أفاوضها، وحماس انتهت. يعني هذا يعني أنا برأيك يعني أشوفه سيادة للوهلة العميد، الأولى. يعني هل بالفعل يعني حسب ما تقول هل سوف تنجح إسرائيل بذلك؟ هنا الرهان على الدور الأمريكي. أمريكا أتت بهذه الحشود كي تمنع حرب شاملة، وأمريكا برهنت أنها هي الضابط الأكبر في منطقة الشرق الأوسط بعد أن وضعت خطوط حمراء لإيران وألزمت إسرائيل بعدم توسعة الجبهات. الآن العمل الدبلوماسي، إسرائيل أمريكا ذاهبة بكل قوتها لإنجاح التسوية في غزة، وهي الظاهر أنها فاشلة، فقط لتحقق نقطة ربح في الانتخابات في أمريكا، لأن هناك فراغ استراتيجي تريد أن تملأه أمريكا. إذا التحدي أمام أمريكا الراعية لهذه الأمور، حربا وسلما أن تروض إسرائيل كما روضتها في منع عملياتها العسكرية في الإقليم بكامله، أن تضع أمريكا لإسرائيل حدا وتلزمها بالتراجع عن ما تنوي عليه في الضفة الغربية. هذا ما لدينا من معلومات حتى الآن.